الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله، السلام ورحمة تفضلوا. الله. تفضلوا أخي الكريم، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا أخي نسمعكم. لو سمحت يا شيخ أبغى بس أستفسر من الشيخ، يعني لي نعم. طلبين عند الشيخ ما دام إنه ما شاء الله تبارك الله ناصح لنا، طيب ممكن يجاوبني عليها تكفى؟ نعم، إذا كان في خصوص الموضوع. نعم إن شاء الله. نحن نعم. المعنيين طيب نبغى في كل حلقة يخصص لنا في كل حلقة معي؟ نعم نعم تفضل تفضل. في كل شهر يخلي لنا حلقة خاصة للأسئلة بس، حتى أن نطمئن على كلامه ونعلم أنه صادق، زين ولا لا؟ نعم. حتى أن نتبع المذهب الحق وله الأجر إن شاء الله. فهل طيب. يستطيع من السبت من الجمعة اللي تجي الأسبوع اللي يجي يخلي لنا حلقة خاصة للأسئلة؟ من 8 حلقات شهريا واحدة بس للأسئلة. الطلب الثاني إذا كان يعني إذا كان كذا لو يخلي نص ساعة، إذا كنا احنا ما نستاهل الأسئلة طيب يخلي طيب نص ساعة. طيب تفضل اطرح ما عندك الآن أخي الكريم. أخي وله الأجر. نعم الأجر إذا كان صادق معنا له. طيب. الأجر هو صادق إن شاء الله، تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحجة بسيطة يا أخوان، الحجة بسيطة، ودين الإسلام هو باثنين واحد. نعم. فحنا ودنا نتبع الحق. ممكن الشيخ يعدني الأسبوع اللي يجي يخليها للأسئلة؟ طيب لماذا لا تطرح الآن السؤال؟ الآن لماذا لا تطرح الأسئلة؟ لا سؤال كامل يا شيخ. أنا لو بسأل الشيخ الحين أسأل الشيخ؟ أسأل بلي تفضل. طيب. ولكن في الموضوع أنا معك يا شيخ. طيب. أنا عندي سؤال. طيب تفضل. طيب. سؤالي يا شيخ، أنت تتحدث عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الله وعترتي صح؟ كتاب الله وعترتي. كتاب الله وعترتي. نعم نعم. طيب أسألك الآن سؤال، عترتي آل محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا. طيب. وحنا وياكم ما نختلف. طيب. صح؟ طيب. أنا أقول الآن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم إذا قالوا في القرآن ما قالوا اللي هو الطرف الأول من هذا الحديث، إذا قالوا فيه أي ما يقولون فهم كفار، فهل تستطيعون أن تقولون هذا؟ لأي يعني من يعني وهذا كلام كل كلامه يتلخص في هذه الجملة. شوفوا الآن هذا يريد يذهب يمينا ويسارا ويصعد وينزل حتى يقول بأنه أنا أقول أن أبا بكر إذا قال في القرآن محرف فهو كافر، فهل تجرؤون أن تقولوا لعلمائكم الذين قالوا بالتحريف كفار أو لا؟ أنا لا أعلم ما هو علاقته ببحثنا. نعم. وهذه مشكلتنا مع هؤلاء الأعزاء الأكارم، وهو أنهم يخرجون يمينا ويسارا ولا يحفظون موضوع البحث. أنا دا أتكلم الآن، هل أنت تعتقد بصحة جميع ما ورد في كتابي البخاري ومسلم أو لا تعتقد؟ فإن كنت تعتقد فماذا تقول لكبار علماء أهل السنة والجماعة؟ وإن كنت لا تعتقد صرح، قل نعم نحن معكم، ليس كل ما في البخاري ومسلم صحيح، نقول أهلا بالوفاق. أحسنت. لماذا هذا التطويل ذهاب يمين ويسار اقتراحات وتأخذون 5 دقائق وقت ولا يوجد عندكم كلمة واحدة علمية تتحدثون بها؟